ابني المكان اللي انت جايبنا فيه ده. حضرتك ده النادي بتاع فخر اخويا. نادي؟ اه وفين فخر اخوك؟ مش عارف، ممكن تلاقيه واحد من الناس اللي واقفين دول. نعم يا اخويا، انت ما تعرفش اخوك شكله ايه؟ ما انا زي ما قلت لك بقالي فتره كبيره ما شفتوش. خلص. حاضر نسال، مش مشكله نسال يعني. كابتن. نعم يا شبح. فين كابتن فخر الشحات؟ عنده ماتش باسكت بره ارضه. طب هو هيرجع امتى؟ زمانه جاي. يعني هو هيرجع امتى تحديدا؟ هو انا خلفته ونسيته. يلا امشي اتلقح قبل ما يجي. طيب خلاص يا كابتن. اتفضل يا شبح. ماشي. هنستنى كده كتير يا شبح؟ لا لا، ما حضرتك، ما الطفل اللي سألناه بره قال لنا ان هو جاي على طول، يبقى اكيد جاي على طول لان الاطفال ما بتكذبش. العيال احباب الله.